أيها السالك درب الصالحين يا أخ الإسلام. شوف أنا هذه كلما ذكرتها أكاد يعني يصيبني شيء في عقلي لا يستوعبه عقلي. أنا سيحكي النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب في حاجة له، يقول أنس والله لا أذهب. تخيل أنت جاءت بك أمك تخدمني، أمرك أن تذهب في حاجة، يعني كيف يجرؤ أن يقول له لا؟ ثم بعد ذلك يحلف عليه أنه لا يذهب، والله لا أذهب. أنس طبعا طفل يقول في نفسي أني أذهب لما أمرني. طيب لما كان في نفسك أن تذهب لماذا لا تقول لا أذهب؟ هذا شعر الصبيان وعينه القاضة كأنه إثبات نوع من الوجود. إذا كنت دائما أقول نعم 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 فكأني غير موجود، لكن لابد أحيانا أن أقول لا أثبت به أني كائن، أني حي، أني هنا أيضا، لا أذهب، وفي نفسي أني أذهب. ثم يذهب فيجد صبيان يلعبون ويستهويه اللعب يبقى. قال فأحسست بيد تأخذني من قفاي فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أنيس ألم تذهب حيث أمرك؟ أنا أذهب يا رسول الله. ما يصفعه فيضربه، يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. تدرون لماذا يضحك؟ لأنه يعرف أن هذه طبائع البشر. ثم بعد ذلك كيف يتحدث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ خدمته 9 سنين، وليس أمري كما يشتهي صاحبي، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي. والله ما ضربني ولا كذا، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته وكذا، ولا شيء لم أفعله لما أفعله. إذا كان بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، لو كان لو قدر الله أن يكون لك دعوه لنتوب بخونه، هذا شيء قدر الله أنه لا يكون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إنسان وعدنا النبي من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. بشر، لكن ياقوت البشر، لؤلؤ البشر،